كاين الفرق كبير بزاف بين كنت جالسة في الدار ودابا. حياتي تبدلت بزاف ملي بديت كنخرج كنخدم. سميتي سعاد الصغير، كنسكن دوار بني عمران جامعة صدينا تطوان. تقطعت الدراسة ديال ملي كنت باقي صغيرة في الرابعة ابتدائي، حيت والدي مكانش عند امكانيات باش يقراوني. بصراحة كانت عندي رغبة كبيرة نكمل القراية ديالي. صافي جلست في الدار، ما كنعمل حتى شي حاجة، كان عندي الوقت ديالي خاوي، كنجوز وقتي مع شهود الدار والتلفاز. كبرت في الدار هكاك، ما عندي شي هدف في حياتك. كان عندي واحد الطاقة خصني نعمل بها شي حاجة، ولكن ما للاسف ما عنديش شي قدره، ما عنديش شي ساعدني نعمل شي حاجه. تعرف انا الجبل ما عندك ما تعمل، ملي تجي لهاد المدينه باش تلقى خدمه صعيب عليك، فين غتخدم انت مقري ما والو. كنت كنبكي بزاف. ملي شاهد برنامج نبنيو الحياه مع لافاج حسين، عملنا واحد التكوين في بن قريش على شي اعشاب طبيه وعطريه. النهار الاول فاش بديت حسيت بفرحه كبيره، حسيت براسي اني كنعمل شي حاجه بعدا، وبديت كنخرج. ومن بعد من شراكه مع لافاج حسين هي اللي عاونتنا وتاسسنا التعاونيه. وصراحه تعلمت حوايج اللي ما كنتش عارفاهم وتغيرت حياتي صراحه. كنت نتخيل نكون هذا المشروع هنا في هذه المنطقه ونكون خدامه انا. اول مره فاش قطر الزيت صراحه ضيعته بشويه بشويه، بديت كنتعلم يعني، بديت كنخرج الزيت الحمد لله. ملي طلع لي اول مره بزاف فرحت بزاف. اول زيت كنزيد السعيره، كنحس براسي وصلت لواحد الهدف وتغيروا الافكار ديالي، وليت كنفكر كما قريت. دابا الحمد لله أنا عندي سادس حر، دابا الحمد لله وليت مراقده نعاون والديا ونكون عندي مدخول ونكون بحياتي. كنحس براسي حققت شي حاجه نفع بها راسي ونفع بها حتى الناس.